السلام عليكم. إذا ما سارت الأمور كما يرغب الطرفان من دون مطبات سياسية أو خلافات في التفاصيل، فإن المنطقة الآمنة في شمالي سوريا صارت على الأبواب. هذا ما قد يستنتج من كلام رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، الذي قال في حوار لقناتين تركيتين إن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أظهر موقفا حازما بشأن المنطقة الآمنة في هذه المرحلة، تصريح تعززه زيارة وفد أمريكي رفيع لهذا الغرض إلى أنقرة مطلع الشهر الجاري لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأتراك. لكن لم يعد الأمر مجرد إنشاء منطقة آمنة، فعند نقاط التماس بين المصالح يعشعش شيطان التفاصيل وما يجره على الثالوث الأمريكي والروسي والتركي من خلافات بشأن هذه المنطقة. واشنطن تريدها منطقة آمنة بإشراف أوروبي مع تركيا، وأنقرة تريدها بإشراف تركي خالص لا شريك لها فيه ولا ند، بينما تنفرد موسكو بموقفها الداعي إلى نقل السيادة على الشمال إلى النظام السوري. أمام هذه المقاربات الثلاث يصبح مهما السؤال عن المسار الذي ستسلكه قضية المنطقة الآمنة، خصوصا بعد تغير موقف ترامب من انسحاب كلي وكامل لقواته من سوريا إلى إبقاء بضع مئات منهم فيها. أهلا بكم إلى حديث العرب. بعمق 32 كيلومترا تمتد في الشمال السوري لتشمل مناطق واسعة بمحاذاة الحدود التركية، مكونة بذلك المنطقة الآمنة المزمع إقامتها هناك. فكرة المنطقة الآمنة طرحت لأول مرة من قبل تركيا بعد الثورة السورية، ثم جاءت مؤخرا تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى إقامة هذه المنطقة في سوريا، لتدخل بعدها الأطراف المعنية بالملف السوري نقاشات سياسية حول طبيعة هذه المنطقة ومساحتها والجهات التي ستديرها ومن ستتكفل بنفقاتها المالية الباهظة، فضلا عن تعقيدات تقنية لوجستية. تركيا تنظر بإيجابية إلى مسألة إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا وبالتعاون والتشاور مع الأطراف المعنية بالشأن السوري. أما الولايات المتحدة فقد أرسلت من جانبها مبعوثها الخاص بسوريا إلى أنقرة جيمس جيفري للتشاور وبحث عملية الانسحاب المرتقب للقوات الأمريكية من سوريا وتطبيق خريطة الطريق في منبج وتفاصيل المنطقة الآمنة وإجراء مباحثات عسكرية ثنائية مع الجانب التركي. بموازاة ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن بلاده تدرس نشر الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة الآمنة المقترحة على طول الحدود الشمالية السورية مع تركيا. الانسحاب الأمريكي من سوريا دون التنسيق مع أنقرة سيترك فراغا يسمح بدخول أطراف لا ترغب تركيا بوجودهم على حدودها وتهديد أمنها، ولذا تسعى بكل إمكانياتها لإقامة هذه المنطقة الآمنة تحت إشرافها. للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا الأساتذة في الاستوديو سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي التركي، ومن إسطنبول كل من بدر ملا رشيد الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، ونبيل شبيب الكاتب الصحفي. أهلا بالجمع الكريم مع حفظ الألقاب. نبدأ في الاستوديو أستاذ صالحة، يعني في مطلع هذا الشهر كما تعلم وفد أمريكي رفيع زار أنقرة للحديث بشأن ثلاثة محاور أساسية: صواريخ S-400 الروسية والمنطقة الآمنة والانسحاب الأمريكي من سوريا. لكن ما يهمنا هو المنطقة الآمنة، ماذا قال الأتراك للأمريكيين في هذا الخصوص وماذا سمعوا منهم بشأن المنطقة الآمنة؟ نعم، مساء الخير للجميع. أولا وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. أهلا وسهلا. طبعا يعني في تفاهمات تركية أمريكية بعيدا عن الأضواء حول هذه المادة، لكن أيضا في عقبات كثيرة، لأنه موضوع المنطقة الآمنة كما تعرف لا يرتبط فقط بالحوار التركي الأمريكي أو التفاهمات التركية الأمريكية. هناك أكثر من لاعب إقليمي ودول الآن دخل على الخط ويدخل دائما على الخط، يعني مثلا عودة العديد من العواصم الأوروبية. في نقطة مهمة في 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 الحديث عن موضوع المنطقة الآمنة، انه اولا قانونية هذه المنطقة، يعني توصيفها القانوني في مشكلة أساسية. هل هي منطقة آمنة بالطريقة التي تريدها تركيا ام منطقة آمنة على الطريقة الأمريكية؟ لانه الأمريكان كما تعرف يصرون على انه هي منطقة آمنة في العلن
لكنها في الأساس منطقة عازلة. هذه نقطة كما قال ترامب أساسية. نقطة ثانية مهمة، ما هو الغطاء القانوني لهذه المنطقة؟ هل ستكون مدعومة من الأمم المتحدة، قرار من الأمم المتحدة مجلس الأمن، أم خارج مجلس الأمن تفاهمات دولية كما حدث في أكثر من مكان في أكثر من أزمة؟ هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة أنه طبيعة من الذي سيدير شؤون هذه المنطقة، مساحتها شرق الفرات غرب الفرات. أستاذ سمير، ربما هذا يتعلق بالمقاربتين الأمريكية والتركية لهذه المنطقة، وهو ما نبحثه في المحور الثاني. لكن قبل ذلك، أنت تعلم أن الرئيس التركي البارحة قال في حوار صريح، قال إنه لمس من أن ترامب صار حازما في موضوع المنطقة الآمنة. وبعد ذلك يعني في هذا السياق تأتي الوفود الأمريكية إلى أنقرة ويتبادلون الزيارات، والتقى رئيس أركان البلدين في بلجيكا في يناير الماضي خصوصا بشأن هذا الموضوع. برأيك ما الذي جرى بينهما؟ إلى أين وصلا هذين الرجلين؟ أولا باختصار دعني أقول لك، على مستوى القيادات السياسية العليا، يعني تحديدا بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي ترامب، لا يوجد تباعد أو خلاف في تفاهمات. لكن عندما نذهب إلى الفرق العمل، إلى الوزارات، إلى المؤسسات العسكرية، إلى أجهزة الاستخبارات في البلدين، يبدأ الخلاف والتناقض. لماذا؟ لأنه مصالح البلدين الآن تتضارب في التعامل مع هذه الملفات. ليس فقط موضوع المنطقة الآمنة كما تعرف باختصار، موضوع المنطقة الآمنة نفسه كما نعرف جميعا مرتبط بأكثر من ملف آخر. يعني نقاش فصل موضوع المنطقة الآمنة عن بقية الملفات وتحييده ومناقشته بشكل مستقل مسألة صعبة جدا، خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود أكثر من عامل، أكثر من لاعب إقليمي ودولي يتعامل مع الملف السوري الآن. طيب دعني أذهب إلى نبيل شبيب في إسطنبول. أجدد ترحيبا بكم أستاذ نبيل. الآن الأمريكيون يعني غد عدلوا في مواقفهم، كانوا سينسحبون كليا، لكن صراع أجنحة داخل السلطة رفض هذا المبدأ، فوصل ترامب إلى القول بأنه مقتنع 100% بإبقاء جنود أمريكيين في سوريا. هذا الإبقاء برأيك إلى أي مدى سيؤثر على مسار هذه المنطقة الآمنة، مسار إنشاء هذه المنطقة؟ يعني لا أعتقد بأن هناك تفاهمات فعلا مفصلة ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصل، إنما هناك تفاهم على العنوان الكبير وخلاف على كل التفاصيل المتفرعة عن هذا العنوان الكبير. وهذا ما لاحظناه في الفترة الماضية في الطرح المتعدد الصور الذي صدر عن الأطراف التركية بشكل رسمي، والذي صدر عن الأطراف الأمريكية حتى عن الرئيس ترامب نفسه، سواء بالنسبة للانسحاب أو بالنسبة لطبيعة هذه المنطقة الآمنة. الواقع قد يكون هناك الآن كمان تقارب كبير ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المنطقة الآمنة وقضية سوريا بشكل عام، ويمكن هذا أن يؤثر على النظرة التي تتحدث عنها بالنسبة إلى مستقبل المنطقة الآمنة، وهل سيكون كما يعني كما يطرحه الطرف التركي أو سيكون بشكل آخر. لكن يعني تردد ترامب يعني سينسحب كليا ثم بعد ذلك سيبقي جنود، هل هذا ربما يؤثر على الثقة، على موضوع الثقة بين الأمريكيين وبين الأتراك، خصوصا وأن الأمريكيين تراجعوا عن عدة قرارات وعدة تفاهمات مع الأتراك أكثر من مرة؟ إلى أي مدى سيؤثر على الثقة بينهما في مجال المنطقة الآمنة، في مساحة المنطقة الآمنة؟ يعني كما نعلم العلاقات بين أمريكا وتركيا الواقع متوترة على أكثر من صعيد، فهذا جانب واحد يمكن أن يتأثر من بهذا الصدد. نحن نعلم بأنه الآن أثناء الحديث عن مسألة التفاهمات نجد أن هناك بعض الضغوط على المستوى الاقتصادي تتجدد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تجاه تركيا، وبالتالي الواقع المنطقة الآمنة إذا تم الاتفاق أو التفاهم أو التقارب ما بين موسكو وواشنطن يمكن أن يكون حتى على حساب تركيا، لأن للطرفين الدوليين على الأقل في هذا المجال الواقع رغبة الآن في التقارب، وهناك كثير من المؤشرات. الأمر الآخر الذي قد لا يعني لا نرصده بما فيه الكفاية بأن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلى المنطقة الآمنة تتحرك على محور آخر، تحاول أن تجمع قوى أخرى من بينها القوى الإسرائيلية وبعض القوى العربية في هذه المنطقة التي يمكن أن تصبح في مواجهة تركيا وليس في مواجهة تركيا بشكل مباشر، وليس في مسألة ضمان الأمن في المنطقة الآمنة أو ضمان سلامة الأوضاع بعد أن تنسحب القوات الأمريكية أو جل القوات الأمريكية في الوقت الحاضر. طيب أريد أن أسأل السيد بدر ملا رشيد، إلى أي مدى يعني برأيك
الأمريكيون يحملون معهم في محادثاتهم سواء كان مع الروس أو مع الأتراك، وهنا بالدرجة الأولى مع الأتراك لأن تركيا نقطة مفصلية في هذا الموضوع. إلى أي مدى يحمل الأتراك قلق القوات الكردية التي أقامت ما يسمى منطقة الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا؟ هل الأمريكيون مهتمون كثيرا بقلق وخوف الأكراد من ما يسموه بين قوسين تغول تركيا المحتمل في شمال سوريا؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الأعزاء. موضوع الوفود الأمريكية التي تأتي إلى تركيا أو تقوم بمباحثات مع مسؤولين أتراك هي تحاول الوصول إلى نقاط توافق مع الحكومة التركية والقيادة التركية حول للوصول إلى نقاط توافق مصالح مشتركة للطرفين، الحفاظ على مصالح أمريكا في المنطقة والحفاظ على المصلحة التركية أو الأمن القومي التركي وإيقاف وتطمين تركيا في هذا الاتجاه. للولايات المتحدة وليس للولايات المتحدة، للمجتمعات المنطقة أيضا هناك تخوفات من أي عملية عسكرية قد تحدث، والعملية العسكرية في حالة حدوثها ستؤدي إلى حدوث حالات نزوح وحالة فراغ أمني. لذا يجب هذا الأمر هو لا يتعلق فقط بالمكون الكردي أو بالإدارة الذاتية التي يشكل الأكراد جزءا رئيسيا منها، فهناك فراغ أمني كبير حاليا في المنطقة كونها منطقة خارجة من الحرب وكون لا زالت خلايا داعش نشطة فيها، والبارحة شهدنا هجوما لداعش في الموصل وشهدنا هجوما لداعش في ريف الدير الزور. هذا يؤدي إلى وجود تخوف أمريكي وتخوف دولي ليس أمريكي فقط من حدوث عودة لظهور تنظيم داعش وحدوث حالات نزوح مجتمعات نزوح كبير من مجتمعات المنطقة، وهذا ما تحاول الولايات المتحدة القيام بمنع حدوثه بشكل رئيسي عبر الاتفاق مع تركيا. ولذا بداية كانت التصريحات التركية حول الانسحاب الأمريكي من المنطقة هي دعوة مباشرة للانسحاب السريع أو انسحبوا مباشرة، وبعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب رأينا موافقة تركيا على الانسحاب، لاحقا على المنطقة الآمنة، لاحقا كانت هناك تصريحات تركية تنادي الطرف الأمريكي بضرورة أما تدمير القواعد أو تسليمها لتركيا. هذه الإشارات التركية هي أيضا إشارات تخوف مما قد يحدث أو انتباه لما قد يحدث في المنطقة في حال تم حدوث أي انسحاب سريع أو حدثت مواجهة مباشرة بينها وبين وحدات حماية الشعب أو بينها وبين الأطراف بين قسد. لذا الموضوع بشكل عام لا يتعلق فقط بالمكون الكردي في المنطقة ومدى اهتمام أمريكا بوضعهم، هو جزء من عملية من الحذر الأمريكي أو من المحاذير الأمريكية في تناول موضوع المنطقة الآمنة أو المنطقة العازلة التي من المحتمل أن تقوم بإنشائها هناك، وجزء منهم أيضا من المخاوف التي يمكن أن تحدث في حال حدوث أي عملية عسكرية هي ما قد يحدث بين المكون العربي نفسه في المنطقة. فخلال سنوات الصراع حدثت حالات تغير في المسيطرين، القوى العسكرية المسيطرة على المنطقة من فصائل عسكرية إلى النصرة إلى داعش، والآن إذا توقعنا أن يكون هناك عرب ضمن القوات المهاجمة على هذه المنطقة فسنتوقع حدوث حالات ثأر كبيرة ضمن العشائر وضمن القبائل في المنطقة، لكون هذه الفصائل عندما كانت هناك كانت ضمن مقسمة على عشائر، وعندما أتى داعش قامت بمجازر من قبل بعض عناصرها من المنطقة ضد سكان المنطقة نفسهم كما حدث مع الشعيطات. وسيكون من الحتمي عودة في حال حدوث أي فراغ أمني أو حدوث مواجهة عسكرية أن تحدث حتى تجاوزات بين الأطراف المكون العربي نفسه، والأمر لذا لا يتعلق بالمحاذير أو المخاوف الطرف الكردي لوحده. طيب أستاذ سمير، قبل يومين قال الرئيس الأمريكي أنا مقتنع 100% بضرورة وجود بعض الجنود الأمريكيين في سوريا. طيب إذا ما ربطنا تصريح الرئيس الأمريكي بما قاله الرئيس رجب طيب أردوغان البارحة في حوار متلفز للقنوات التركية للإعلام التركي، قال إن الرئيس الأمريكي مقتنع
بالمنطقة الآمنة ومقتنع بالأفكار التركية، لكن ما أسماه طبعا الرئيس التركي الدولة العميقة تلقي في روعه أو تلقي في أذن ترامب بعض الأشياء التي تؤخر أو تقدم هذه الأمور. كيف إذا ما ربطنا هذين التصريحين، كيف يمكن أن برأيك تفسر تركيا موقف ترامب الأخير بأنه بضرورة أنه مقتنع بوجود بضرورة وجود جنود أمريكيين في سوريا؟ يعني كما قلت لك قبل قليل، على مستوى القيادات السياسية كما يقال في أنقرة دائما في تفاهمات، المشكلة هي في ترجمة هذه التفاهمات عمليا على الأرض ووضع الخطط وآليات التحرك في التعامل، سواء كان موضوع المنطقة الآمنة، موضوع شرق الفرات، موضوع إخراج مجموعات وحدات حماية الشعب من المنطقة وغيرها من المسائل. في سيناريو يعني يتقدم بشكل تدريجي أنه ترامب منذ البداية كان يعرف أنه سيكون هناك مشكلة مع تركيا في موضوع المنطقة الآمنة وفي التعاطي مع الملف السوري ككل. ترامب مثلا قال لنا أكثر من مرة أنه سيسحب القوات. ماذا وجدنا؟ أنه بدأ يتراجع ويقول سبق جزء من هذه القوات في الأراضي السورية. ترامب كان يقول أنه سيتفهم القلق الأمريكي في موضوع وحدات حماية الشعب. الآن نرى أنه يتمسك بتحويل المنطقة الآمنة إلى منطقة عازلة ونقل هذه المجموعات إلى العمق السوري في شرق الفرات. ترامب كان يقول لنا أنه السلاح الذي قدم إلى هذه المجموعات سيتم استرداده عندما تنتهي المهمة. انتهت المهمة لكن السلاح ما زال موجود. اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال للولايات المتحدة الأمريكية إما أن تسترد السلاح وإما أن نشتريه نحن، يعني تركيا جاهزة لدفع ثمن هذه السلاح، لكن أن يبقى السلاح بيد هذه المجموعات هذا ما لن تقبل به أنقرة. الآن لماذا ندخل في كل هذا التحليل المطول؟ لأجيب على السؤال الذي طرحته قبل قليل. في تناقض أمريكي في التعامل مع الملف السوري. هل هذا التناقض هو عملية مقصودة مدروسة مخططة؟ يعني هل الإدارة الأمريكية تفتعل هذه السياسة في إطار الصعود والهبوط أم أنه في ارتباك حقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا رأيي الإجابة هي الجزء الأول. ترامب يتعمد سياسة ارتباك مقصودة، يحاول أن يقول أنه الداخل الأمريكي لا يتفق معي، يحاول الآن يلعب ورقة الداخل الأمريكي، مع الوقت سيلعب ورقة العامل الأوروبي. لماذا؟ لأنه لجأ إلى بعض العواصم الأوروبية لتكون له شريك في المنطقة الآمنة، يريد قوات متعددة الجنسيات في هذه المنطقة الجغرافية. لكن بهذه الطريقة لا يظهر نفسه ضعيفا أمام الرأي العام الدولي والمحلي؟ لا مشكلة لترامب في أن يكون ضعيف أو قوي. ترامب يعني أنا وأنت والإخوة المشاهدين جميعا نعرف شخصية ترامب، كيف يدير الأمور في الملفات السياسية، وكيف نعرف أنه رئيس دولة عظمى، لكن أسلوبه مغاير تماما للأسلوب الكلاسيكي للقيادات السياسية للإدارات الأمريكية على مدى قرون في العمل السياسي. نقطة أخيرة حتى لا أطيل، تحدثت أنت عن موضوع مثلا المنطقة الآمنة، لكن هذا الموضوع كما قلت لك قبل قليل مرتبط بأكثر من مادة أيضا. قبل قليل ضيفك أشار إلى نقطة في غاية الأهمية، أنه روسيا هل ستقبل أم لا؟ روسيا ما الذي طرحته قبل أسابيع كما تتذكر؟ إحياء اتفاقية أدنى. نعم. لماذا؟ لأنه هي تريد أن ترد أيضا بشكل أو بآخر على خطة المنطقة الآمنة عبر تفعيل اتفاقية أدنى. أنا أرى أنه موسكو جاهزة لنقاش سيناريو جديد مع أنقرة خارج موضوع المنطقة الآمنة وخارج موضوع اتفاقية أدنى، هو تفعيل اتفاقية أدنى مع إضافات ملاحق جديدة عليها كبديل عن النقاش التركي الأمريكي. وهذا مرتبط بالمقاربات وبالرؤى التي يمتلكها كل لطبيعة هذه المنطقة الآمنة، وهو ما نبحثه بعد الفاصل. نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. أسعدكم الله مشاهدين الكرام، وهذه عودة لمتابعة الحديث بشأن المنطقة الآمنة التي تطالب بها تركيا في شمال شرقي سوريا. أستاذ نبيل، يعني بعد ممانعة لسنين طويلة، يعني طوال سنوات الحرب في سوريا، ممانعة أمريكية لإقامة المنطقة الآمنة بل حتى لمناقشتها كما قال المسؤولون الأتراك، الآن الرئيس ترامب حازم كما قال الرئيس التركي، حازم في موضوع المنطقة الآمنة ومقتنع، بل هو من دعا إليها.
ما الجديد وما هدف أمريكا من إقامة هذه المنطقة العازلة كما سماها الأمريكيون؟ يعني إذا فهمت السؤال بشكل صحيح، الواقع الرئيس ترامب كان حازما كما يقول أردوغان في آخر كلماته، ولا يعني بأنه ما زال حازما حتى الآن. الواقع الرئيس ترامب سواء بقضية الانسحاب أو بقضية المنطقة الآمنة أو بقضايا أخرى، معذرة للتصحيح، يعني الرئيس التركي قال، لم يكن قال إنه كان حازما، قال كان حازما في هذه المرحلة، يعني عطف على هذه المرحلة وربطها بأن هناك دولة عميقة تحاول أن تعرقل خطط ترامب. يعني هو لديه موقف إيجابي من ترامب فيما بدأ من التصريح. لعل أسلوب التصريح يريد به أن نؤثر على الواقع صانعي القرار الأمريكي الآخرين إلى جانب ترامب، ولكن لا أعتقد الواقع أن الرئيس ترامب من البداية كان حازما بشكل مطلق في قضية المنطقة الآمنة. هو طرح عنوانا ولم يطرح الواقع بشكل تفصيلي بأنه يتوافق مع الرئيس التركي، ولم يمضي أسبوع على طرح هذه القضية قبل شهور إلا وبدأت الخلافات تظهر بين الطرفين، ولم تنقطع أيضا الضغوط الأمريكية على تركيا في قضايا عديدة. الواقع ليست فقط قضية المنطقة الآمنة هي قضية تركيا بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي لا نستطيع أن ننظر إليها وكأنها هي العنصر الرئيسي. هناك الآن قضية الصواريخ التي تريد تركيا أن تشتريها من روسيا، هناك قضايا أخرى التي تتعلق بالتعامل مع بقية الفرق في المنطقة. يعني ليس هذه المنطقة الآمنة هي جزء من المشكلات ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد بأنها قضية خلافية أساسية، لذلك كان يتحدثون أحيانا عن المنطقة العازلة، أحيانا عن مشاركة قوى دولية أخرى. أستاذ نبيل، لو أذنت لي، يعني ترامب كتب تغريدة وقال إنه يدعو إلى إقامة هذه المنطقة العازلة، لماذا الآن وما هدفه منها؟ والله أنا لا يصلني الصوت بشكل واضح، إذا طيب ممكن سأعيد السؤال. تسمعني الآن؟ نعم تفضل. نعم، يعني أخيرا غرد ترامب تغريدة، كتب تغريدة، وأنت تعرف أن كل مواقفه الأخيرة هي يعني في على تويتر تظهر، قال دعا وشدد على إقامة المنطقة العازلة بغض النظر عن التسمية عازلة أو آمنة، هذا ربما يبحث فنيا بين البلدين، لكن ما الذي جرى؟ لماذا اقتنع أخيرا بضرورة إنشاء هذه المنطقة وما هدفه منها؟ يعني أنا أعتقد بأن الانسحاب الأمريكي المرغوب أو يرغب هو في سحب العدد الأكبر من القوات حتى تقوم جهات أخرى بالمهام الأمريكية في المنطقة، هذه هي الرغبة الحقيقية، وبالتالي الحاجة إلى منطقة عازلة أو آمنة بالمفهوم الأمريكي للكلمتين. الواقع هذا شيء جديد، لكن هو يطرح في إطار السياسة الأمريكية بالنسبة للمنطقة، يريد أن يسحب جزء كبير من القوات، يريد أن تقوم قوى إقليمية أخرى بالدور الأمريكي في المنطقة، وبالتالي هذا جزء من المخطط، وأعتقد أن هذا سبب ميله، علما بأن قضية المنطقة الآمنة كما نعلم جميعها هي مطروحة منذ عهد الرئيس السابق الأمريكي السابق أوباما، ورفضها الرئيس أوباما، والآن قبلها بها الرئيس ترامب لأنه يواصل مسألة الانسحاب من المنطقة وتحويل المهام الأمريكية إلى قوى إقليمية أخرى. طيب، في سياق المقاربات، وهنا أنتقل إلى السيد بدر، في سياق المقاربات حول هذه المنطقة، الأكراد يرفضون أي دور لإشراف تركي على هذه المنطقة، المنطقة الآمنة، لقولهم إن الأتراك غير حياديين في الصراع، على حد وصف طبعا القوات الكردية. هل هذا موقف كل الأكراد السوريين في المنطقة، علما أننا نعرف أن هناك فصيلان كرديان، الذي فصيل الذي يمثله قوات البشمرجة وهو الذي يدعمه سياسيا المجلس الوطني الكردي، والقوات الأخرى ليبيجي والبيادي، هل هناك توافق حول هذه الرؤية، موقف التركي عدم إشراف أو إخضاع المنطقة الآمنة لإشراف تركي، هل هو موقف كل الأكراد السوريين؟ تختلف المواقف الكردية بشكل طفيف نوعا ما من حيث الخط النهاية أو النقطة النهاية إلى أين سيصل المطاف، بشكل فيما يخص بالمنطقة الآمنة. بخصوص المشاركة التركية، موقف المجلس الوطني الكردي كان دعا إلى إشراك قوات أممية أو إشراك وجود قوات متعددة الجنسيات، وربما تكون من ضمنها تركيا، لم يسميها آنذاك بالاسم. الأحزاب أو المجلس الوطني الكردي يتفق نوعا ما في موضوع لا تتم نقل السيطرة مباشرة إلى تركيا، لأنها من شأنها أن تؤدي إلى حدوث مواجهات عسكرية، ولكن في الخط العريض أو في الخط العام المجلس الوطني الكردي دعا إلى قيام
دول متعددة بتأمين المنطقة الآمنة، بالإضافة إلى دور مهم لقوات بيشمركة روج والتي هي تابعة للمجلس الوطني الكردي، والتي هي يقدمها المجلس على أنها عامل أمان وضمان في للمخاوف التركية المتعلقة بأي خطر من في يمكن أن يأتي من هذه المنطقة. فالمجلس الوطني الكردي أو الأطراف الكردية تتفق بشكل نوعا ما على أن لا يكون الإشراف كليا لتركيا، ولكن لا يوجد هناك رفض كلي للوجود التركي في ظل معرفة تامة بأن المصالح التركية وأن تركيا يجب أن يكون لها دور في هذه المنطقة، وإلا لن يكون هناك أي استقرار لكونها ستكون مهددة. أستاذ بدر، على الأرض الكلمة الأخيرة هي للقوي، والقوي هنا الآن هي قوات البي دي واليا بي جي. المجلس الوطني متراجع، ليس له حضور عسكري يذكر على الأرض. الأكراد الآن يطالبون بناء على اليا بي جي، كما قال ألدار خليل وهو قيادي معروف في هذه القوات، قال إن لا يمكن إخضاع تركيا، ودعا إلى إخضاع هذه المنطقة لتركيا، ودعا إلى تدخل قوات من الأمم المتحدة هي تشرف على هذه المنطقة الأمينة. برأيك إلى أي مدى يمكن تنفيذ هذا المطلب في ظل معارضة تركيا لأي جهة أخرى تشرف على هذه المنطقة من دونها؟ في الحقيقة تصريحات ألدار تأتي بجزء كبير منها في إطار رفع سقف المطالب، ولا يمكن أن، وهو مدرك تماما بأن إبعاد تركيا عن المشاركة أو إبعاد المصالح التركية أو عدم أخذها بعين الاعتبار لن يجعل من مصير هذه المنطقة فعلا آمنة، لأنها تشكيل الإدارة الذاتية أو كحزب الاتحاد الديمقراطي له مشاكل متعددة مع تركيا، وهذا الأمر سيستمر في حال استمر الواقع في شكلها الحالي. لذا تصريحات ألدار خليل هي في رفع، أعتقد أنها في مجال رفع سقف المطالب. أما المجلس الوطني الكردي، صحيح أن المجلس الوطني الكردي ليس له أي قوة على الأرض، قوة عسكرية، ولكن المجلس الوطني يمتلك الدبلوماسية أو يمتلك باب الدبلوماسية، فهو مقبول إقليميا، مقبول، لا ترى تركيا فيه خطرا على أمنها القومي، لديه علاقات جيدة مع إقليم كردستان العراق، لدى الأطراف الأوروبية والطرف الأمريكي قبول للمجلس الوطني، وليس لهم أي ولا يرون إشكاليات في بنية المجلس الوطني الكردي. الأحزاب التي هي ضمن المجلس الوطني الكردي، هناك أحزاب رئيسية من المنطقة كحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، هناك حزب يكيتي، هناك أيضا أحزاب أخرى خارج الإطارين وهي أحزاب مهمة في المنطقة. فالسيطرة العسكرية أو السيطرة الأمنية لحزب الاتحاد الديمقراطي على شمال شرق سوريا أو على شرق سوريا لا يعني بالضرورة أن الغالبية شعبية، أو لا يعني بالضرورة أن كافة الشعب أو كافة القوى هناك هي لصالح. فحتى قوات قسد التي هي تحت قيادة قوات يبقى، أو التي تشكل يبقى جزء رئيسي منها، هي في حاليا وصلت نسبة العرب ضمن هذه القوات لأكثر من 50%. وضمن قوات الأسايش أي الشرطة في المنطقة تشكل نسبة العرب أكثر من 50%. فهذه العناصر العربية من المنطقة، بالإضافة إلى المجلس الوطني الكردي، بالإضافة إلى عناصر أخرى منها، هي ليس لها أي إشكالية. تركيا يعني لا تمر الماء من تحت أقدامها كما يقال، تعرف أن هذه العناصر حتى لو كانت 70% من العرب، هي في النهاية قوات سوريا ديمقراطية مظلة للقيادة التركية التي تسيطر على هذه القوات من أولها إلى آخرها. بالتأكيد هذا الأمر في حال إبقاء الوضع على ما هو عليه، ولكن هذه القوات في حال حدوث ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية وحدوث ضغط من تركيا على هذه القوات وعلى إشراق قوات أخرى موجودة، سواء قوات من المنطقة أو عناصر من المنطقة موجودة في تركيا وموجودة في إقليم كردستان، فطبيعة هذه القوات وميزان القوى داخلها سيتغير لصالح. فمثلا ضمن هذه القوات كمثال، لا يوجد ضباط برتب عالية، ولا يوجد صف ضباط وما إلى ذلك، ولكن ضمن العناصر القوات السورية أو الفصائل الموجودة سواء
داخل تركيا في بعض المخيمات أو سواء في منطقة درع الفرات وهم من عرب المنطقة، توجد رتب عالية جدا ورتب متقدمة من الجيش، وهؤلاء يمكن الاستفادة منهم في إعادة هيكلة قوات تقوم بحماية شرق الفرات أو المنطقة. طيب أستاذ سمير، يعني معروف أن الرؤية التركية لهذه المنطقة هي بعمق 20 ميل أو 32 كيلومتر، وعلى امتداد الحدود السورية التركية 460 كيلومتر، تشمل ثلاث محافظات الحسكة والرقة وحلب، هذا معروف. لكن ثمة تطور لافت حقيقي، وهو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي قام بعدة زيارات مهمة لدول الخليج العربي، بحث فيها خصوصا الشأن السوري. إلى أي مدى هذا الحراك الروسي يمكن أن يتقاطع مع الحراك الأمريكي التركي بشأن المنطقة الآمنة، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على طبيعة هذه المنطقة من المنظور التركي؟ يعني أنا أذهب إلى النهاية، إلى نهاية السؤال باختصار لأقول لك أنه دون رأي الشخصي طبعا، هذا دون تفاهمات أمريكية روسية في موضوع المنطقة الآمنة، حتى المسألة ستكون صعبة في الناحية التطبيقية على الأرض، رغم التفاهمات الأمريكية التركية في موضوع شرق الفرات. إذا كانت المنطقة الآمنة ستشمل غرب الفرات أيضا، وهذه الآن نقطة يصر عليها الأتراك ويبدون استعدادا أنه على استعداد لإدارة شؤون هذه المنطقة على طول الحدود التركية السورية، يعني أكثر من 900 كيلومتر نتحدث الآن هذه المرة. فهذا يعني تطور، يعني أنه تركيا دخول أدلب على الخط، يعني تحتاج إذن إلى طاولة ثلاثية تركية روسية أمريكية تناقش هذه هذا الملف. هل ستتم ترتيب هذه الطاولة؟ أنا رأيي الشخصي نعم، لأنه هذا الحوار الأمريكي الروسي، الحوار التركي الروسي التركي الأمريكي بشكل أو بآخر سيلتقي عند هذا السيناريو. الآن في نقطة مهمة جدا تعزز هذا الطرح، أنه هذه التفاهمات الثلاثية ممكنة، زيارة كوشنر الأخيرة. يعني أنا أدرك موضوع لجان العمل والتنسيق التركي الأمريكي، أذهب إلى موضوع كوشنر. كوشنر منذ أكثر من عامين وهو يقول أنه يريد زيارة تركيا، الآن جاء بعد كل يعني هذا التوتر في العلاقات. ولماذا يأتي كوشنر؟ رأيي باختصار جدا، نعم هو قد يكون ناقش أكثر من مادة، لكن المادة الأساسية الوحيدة التي ناقشها بالتفصيل مع الأتراك كانت موضوع إيران. نتحدث عن أمريكا، نتحدث عن روسيا، ينبغي نتحدث عن إيران أيضا في سوريا سياساتها. هل إيران ستقبل هي الأخرى يعني بسيناريوهات تناقش من هذا النوع، وتصب كلها في نقطة أساسية أخ جهاد، هي أنه إيران ستكون خارج المشهد بشكل تدريجي في سوريا، ليس فقط إخراج إيران من بعض المناطق بل من المشهد السياسي والأمني في بناء سوريا الجديدة. هذه الآن نقطة أساسية تناقش بين الأطراف الثلاثة بشكل غير مباشر. لذلك رأينا رئيس الوزراء الإسرائيلي يذهب إلى موسكو، رأينا رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الذي يكشف عن الخطة الروسية التي تتعلق بالعملية السياسية في سوريا. لكن لا أدري ما تفضلت به إلى أي درجة يتعارض مع الموقف الأوروبي الذي دعا إليه ترامب من أن ضرورة مشاركة قوات فرنسية وبريطانيا في إدارة المنطقة الأمنة بالتشارك مع تركيا، وهناك رفض أوروبي لعدم ثقتهم بترامب الذي يأخذ قرارات أحادية في كثير من الأحيان مثل قضية الانسحاب من سوريا وقضية الملف النووي الإيراني كما تعرف. السؤال هو إلى أي مدى يتعارض الموقف الأوروبي الرافض للمشاركة في إدارة المنطقة الأمنة حتى لا تتحول هذه المنطقة إلى مواجهة إيران بدلا من مهمتها الأساسية وهي منع عودة ظهور تنظيم الدولة؟ ألا يتعارض هذا الموقف الأوروبي مع ما تفضلت به قبل قليل عن زيارة كوشنر؟ نعم إلى حد ما، لكن المشكلة أين هي المشكلة؟ المشكلة أن أوروبا في التعامل مع الملف السوري بقيت خارج المشهد، يعني لصالح لاعبين إقليميين ودوليين، يعني تحديدا لصالح تركيا إيران والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، أوروبا في الأسابيع الأخيرة تابعناها أنا وأنت عندما شاركت في قمة اسطنبول الرباعية فرنسا وألمانيا، ماذا يعني ذلك؟ أنه في رغبة أوروبية بالعودة إلى المشهد السوري. نقطة ثالثة، أوروبا تريد أن تتمسك بورقات وحدات حماية الشعب الكردية حتى النهاية، ولا تريد إطلاقا أن تتركها بيد الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا ليتلاعبوا بها. لأن أعود معك إلى نقطة في غاية الأهمية، أوروبا إذا ما شعرت أنه في موضوع المنطقة الآمنة سيكون هناك تفاهمات على حسابها ستلتحق بمشروع هي ملزمة مجبرة على ذلك. يعني رغم الآن هذا الاعتراض الأوروبي في هذه المسائل، في النهاية أوروبا ستقبل هذه التفاهمات خصوصا إذا ما تمت أمام طاولة حوار ثلاثي كما قلت لك، تركي
روسي أمريكي. نقطة أخيرة باختصار أخ شهاد، لا أعرف ضيفك كيف يعقب عليها، أنه إخراج البي واي دي نعم هذا مطلب تركي، ربما الولايات المتحدة الأمريكية قد تبدي بعض التفاهمات هنا، لكن إخراج مجموعات بي واي دي من القامشلي مثلا كيف ستتم على الأرض؟ هذه مسألة ليست بمثل هذه السهولة عندما تصر أنقرة على إخراج هذه المجموعات من المنطقة الأمنة، كيف ستطبق؟ هل ستقبل بها واشنطن أم لا؟ هذه نقطة أساسية أيضا. طيب أريد أن أذهب إلى الأستاذ نبيل، يعني واضح أن أولوية أمريكا الآن هي عدم عودة تنظيم الدولة إلى الظهور مرة أخرى في سوريا، مع احتمال توسيع مهمة القوات الكردية بمنع التمدد الإيراني، وصل إيران بالبحر المتوسط تمددا إلى عبر طبعا مرورا بسوريا. السؤال الآن هو الأولوية الأمريكية بمنع عودة تنظيم الدولة إلى الظهور، كيف السبيل إلى تحقيق هذا الهدف الأمريكي النفيس إذا صح التعبير؟ يعني لا أدري إذا كان فعلا هذا هو الهدف الأمريكي الرئيسي، هذا الهدف الأمريكي المعلن منذ عهد أوباما حتى الآن أنها تحارب تنظيم الدولة، وتنظيم الدولة الواقع الآن لم يعد خطرا حقيقيا يهدد المصالح الأمريكية لا في سوريا ولا في خارج سوريا. يعني التنظيم الدولة يكاد يكون الواقع منتهي وإن كان موجودا في أكثر من منطقة. يعني أكاد أقول الواقع أن قضية تنظيم الدولة كانت من البداية شماعة لتحقيق مصالح معينة، منها كان التحرك الأمريكي على نطاق واسع في المنطقة، ونحن نرى كيف انتقلت الأمور. يعني بدل أن تعتمد على مثلا على الفصائل السورية المقاتلة كانت تعتمد على فصيل معين من الأكراد حتى أوجدته هنا. الآن أصبحت القضية قضية خلافية حتى مع تركيا، الآن طرحت قضية إيران بشكل آخر عما كان يطرح من قبل. أما ليس تنظيم الدولة بحد ذاته هو الخطر الأكبر على الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هو إلى حد كبير خطر على المنطقة، وكان هو الشماعة أمام الواقع القوات الأمريكية أو الأهداف التي حققتها القوات الأمريكية حتى الآن. أما الهدف الأكبر أنا في اعتقادي الآن هو الاستقرار الذي كان يرجى لهذه المنطقة، لم يعد مطلوبا أو لا ليس مطلوبا من الأصل من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تحت عنوان الفوضى الهدامة أو الفوضى الخلاقة كما سموها من قبل. الواقع معظم بلادنا الآن أصبحت مستباحة، ويراد الواقع ألا يتحقق استقرار نهائي حتى ما بين تركيا وبقية القوى القائمة في الوقت الحاضر، ولذلك لا أعتقد أن الأمر يتعلق بتنظيم الدولة بصورة خاصة. نعم، حقيقة موضوع المنطقة الأمينة ما زال أسير صراع إرادات بين الدول، وربما ينتهي هذا الصراع، صراع بين الإرادات، إلى إخفاق تركيا في إنشاء هذه المنطقة بالطريقة التي تريدها وتضمن مصالحها وحماية أمنها القومي. إذا ما أخفقت تركيا في هذا، ما خياراتها؟ هذا ما نبحثه بعد الفاصل الأخير. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ بدر، القوات الكردية الراهنة على الأرض تشكل هاجسا أمنيا حقيقيا للدولة التركية، لكن ثمة جزئية لا يتكلم عنها أحد، ربما تكون افتراضية، ربما تكون أحيانا عند بعض المراقبين خيالية، لكن يجب أن تطرق لأنها في السياسة كل شيء ممكن التحقق. هل يمكن لهذه القوات الكردية أن تقلب الطاولة وتغير المشهد من خلال تقديم مبادرات معينة لتخفيف الهاجس الأمني لدى الأتراك، لغة تصالحية، تنازل ما بشكل أو بآخر للأتراك؟ في الحقيقة هذا السؤال مهم، وهذا السؤال يطرح حتى من قبل الأكراد نفسهم، حتى من قبل يعني المجتمعات في المنطقة، فهم يطالبون وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي بشكل أساسي بتغيير مواقفهم السياسية والعسكرية.
هذا الأمر نلحظه بشكل بسيط جدا في تصريحات التي مثلا تطلقها قوات سوريا الديمقراطية. فمثلا أحد بياناتهم المؤخرة كان هو بيان موجه إلى تركيا أننا قوة جارة لكم وأننا قوة لن يأتي منا الضرر يعني. ولكن لا يمكن لهذه الرسائل أن تقوم بطمأنة تركيا إذا لم تقابلها خطوات عملية فعلية. فمثلا الخطوات الفعلية كان يجب مثلا قبول قوات البيشمركة أو عودة وحدات حماية قوات البيشمركة من إقليم كردستان، عدم التوجه مباشرة إلى النظام السوري بعد تصريح الولايات المتحدة وتصريح ترامب بالانسحاب من سوريا، بل كان من الأفضل لهم هو التوجه إلى العمق الكردي وسواء عمق المعارضة العربية وتركيا يعني. فالتصريح كان يجب أن يكون لصالح هؤلاء. طيب خصوصا من الذي كان يجب أن يكون، لكن ماذا يمكن أن يقدم الأكراد الآن لكي يطمئنوا تركيا وبالتالي يمكن أن تغير مقاربتها على أساس هذا المواقف الجديدة؟ ماذا يمكن أن يفعل الأكراد؟ صراحة حاليا ما التقديم يستطيع فقط تستطيع وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد أن يقوموا بطرح رؤية تحوي نقاط رئيسية منها القيام بعملية إعادة هيكلة عسكرية شفافة تكون تحت أنظار مثلا قوى دولية ومنها تركيا بشكل رئيسي، تقوم بالقبول بعودة قوات البيشمركة، تقوم بالقبول بعودة عناصر عربية محلية من التي هاجرت بشكل أساسي إلى المدن المقابلة لتل أبيض أو في المتواجدة في مناطق درع الفرات. إذا قامت وحدات حماية الشعب وإذا قامت حزب الاتحاد الديمقراطي بطرح هكذا رؤية، فربما يقوم بطمأنة تركيا طمأنة مؤقتة لتركيا. فيما عدا ذلك لا أعتقد بأن تركيا سيتم تطمينها، ولا أعتقد بأن تركيا ستقوم بقبول الأمر الواقع سواء إذا أخذت السلة كاملة، أي يعني ضد عملية ضد شرق الفرات وهو ما أستبعده نوعا ما، ولكن ضد مدن مثل تل أبيض ومنبج بعض المناطق. وقد قامت تركيا مثلا بعمليات قصف شديدة لغرب كوباني مثلا. وضحت الفكرة يعني. معذرة يعني أستاذ سمير، الآن ترامب عندما يقول، وأرجو الاختصار، عندما يقول أنه مقتنع 100% بضرورة إبقاء عناصر أو جنود أمريكيين في سوريا، هذا يتعارض مع أو يصطدم مع ما قاله السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي عندما قال لا يمكن إقامة المنطقة الآمنة إلا بانسحاب أمريكي من سوريا. كيف يعني يمكن فهم هذه الأمور؟ هذه عقدة أساسية من الممكن برأيي تجاوزها. ما كيف يعني إذا نجحت أنقرة في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأنه هذه القوات تكون موجودة خارج المنطقة الآمنة وليس في داخلها، يعني إذا ما أصرت واشنطن يعني في جنوب سوريا كما هو موجود في القاعدة الأمريكية. لكن في نقطة أهم، أنه من الذي ستفعله أنقرة، وما على ما هو المطلوب من أنقرة في المرحلة المقبلة عندما تناقش المنطقة الآمنة؟ الإسراع في معالجة مسألة إدلب غرب الفرات. نعم. حسب مسألة إدلب نقطة أساسية. نقطة ثانية في غاية الأهمية برأيي، أنه مساعدة اللاجئين الراغبين في العودة إلى المناطق التي تدير شؤونها بالتنسيق مع قوات المعارضة السورية في إطار غصن الزيتون أو درع الفرات بأسرع ما يكون إلى هذه المناطق. الخيارات التركية، الخيار الأصعب سيكون أن تقوم بعملية عسكرية لابد منها إذا ما شعرت أن واشنطن تحاول أن تماطل، أن تتباطأ، أو أن تلعب من وراء ظهر تركيا بإطار تفاهمات أو صناعات أو فرض مشهد سياسي أو من جديد في سوريا. أشكرك على هذا الاختصار. سأعود إليك أستاذ نبيل وأرجو أيضا الاختصار. يعني الآن الأمريكيون قدموا مقاربة 3 مقترحات لإقامة المنطقة الآمنة، إما بإشراف قوات بريطانية وفرنسية مع تركيا أو قوات كردية مرتبطة بالمجلس الوطني الكردي التي متأثرة بمسعود بارزاني القيادي التركي رئيس كردستان العراق السابق، أو قوات من الجيش الحر، قوات عربية مقاتلة من الجيش الحر على أن لا تخضع لتركيا. أي هذه المقاربات أقرب إلى التحقق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الموقف التركي المتشدد من إشرافه المطلق على هذه المنطقة؟ لا أعتقد أن هذا يحقق الشيء المطروح من وراء المنطقة الآمنة تحت العنوان التركي لهذه المنطقة. يعني المنطقة المفروض أن تكون كما تقول تركيا تحت إشراف تركي فقط.
لأنها تتحول مباشرة إلى منطقة عازلة عندما تكون هناك قوات أخرى، والمنطقة العازلة لها حكم في القانون الدولي يختلف تماما عن المنطقة. المنطقة الآمنة، المنطقة الآمنة المفروض ألا يكون هناك تعرض لأي هجوم عسكري من خارج هذه المنطقة، ويمكن للدولة التي تقوم بتأمينها وهي تركيا في هذه الحالة حسب الاقتراح التركي أو الرؤية التركية الواقع يمكن أن ترد هذه الهجمات. أما عندما تكون هناك منطقة فاصلة أو منطقة عازلة بين الطرفين التركي مثلا والكردي في هذه الحالة أو الفصيل الكردي الموجود في المنطقة حاليا، الواقع لا تحقق الغاية من ذلك. بالتالي الواقع المقترحات التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أنها تصب في جهة يعني لا يمكن أن تتحقق بشكل واقعي على الأرض، لأن الأمر يمس الأمن القومي التركي ولا يمس الأمن القومي الأمريكي بالمقدار نفسه. بين البلدين في هذا السياق لا أعتقد بأن هناك تفاهم بين البلدين، يعني حتى الآن نحن لا نرى إلا تصاعدا مستمرا في الخلافات التركية الأمريكية، ولا أعتقد أن المنطقة الآمنة خارج هذا النطاق، إنما هي جزء من المشكلة الأكبر التي الآن تتعرض لها العلاقات الأمريكية التركية وتتعرض لها منذ فترة وليس من الآن. طيب أشكرك أيضا على الالتزام بالوقت. أختم معك أستاذ سمير، يعني أمريكا لا تريد أن تكون تركيا مشرفة على هذه المنطقة بصراحة يعني، وهذا عبر عنه المسؤول الأترك في عدة تصريحات، وتركيا مصرة على أن تكون هذه المنطقة خاضعة لها حتى لا تتعرض لأي هجوم. طيب في هذا السياق إذا ما أخفقت تركيا في إنشاء هذه المنطقة وفق التصور الذي تريده، ما الخطوة التركية التالية؟ ستنسق بشكل أوسع مع روسيا، لن تتخلى عن تفاهمات الأستانة الثلاثية، ستحاول أن تصل بشكل أو بآخر إلى تعديل كما قلت لك اتفاقية أدنى في إطار سيناريو قانوني سياسي تقني جديد على الأرض في سوريا. يعني الخيارات التركية موجودة في جميع الأحوال، لكن أثبتت التجربة في سوريا أن تنسيق تركيا مع روسيا دائما ما يظهر لاحقا أن هناك تنازلات. ما الثمن الذي يمكن أن تدفعه تركيا في هذا السياق؟ في السياسة، في العلاقات الدولية، منطق العلاقات الدولية كما تعرف يقوم على الربح والخسارة. طيب. على التنازلات والأخذ والعطي، لذلك نعم في مسائل، لكن قبل قليل يعني تحدث ضيفك عن موضوع أنه صفقت صواريخ S-400، الآن تركيا تريد صواريخ S-500 أيضا من روسيا. يعني هذا يعني أنه هذا ما زال بعيدا الحديث عنه، لكن في جميع الأحوال يعني التقدم بهذا الاتجاه فهذا يعني أنه أنقرة جاهزة للخوض في بدائل استراتيجية في علاقاتها مع الدول. هذه رسالة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية، هل تستقبل أن تفرد بشريك إقليمي مهم مثل تركيا يذهب بتنسيق مع روسيا بهذا الشكل الواسع أم لا؟ لذلك أنا أرى في نهاية الأمر أن واشنطن عليها هي أن تراجع مواقفها وسياساتها وحساباتها في التعامل مع الملف السوري. آخر ما قيل لنا كان، وهذه نقطة برأيي يتبعها الأتراك عن قرب، سيناريو انه احتمال نقل مجموعات من عناصر مجموعات داعش من شرق سوريا الى غرب الفرات، يعني من شرق الفرات الى غرب الفرات الى مناطق ادلب وجوارها. اذا كان سيناريو من هذا النوع موجود وهذا ما تفكر فيه واشنطن بالتنسيق مع مجموعات وحدات حمايه الشعب، فهذا يعكس حقيقة أن واشنطن لا تريد إطلاقا أن تدخل في أي عملية تفاهمات مع حتى لا تضيع الفكرة. يعني لم تجبني على سؤالي، إذا ما أنسقت تركيا مع روسيا كخيار أخير وفضت نفضت يدها من أمريكا، ما الثمن الذي يمكن أن تقدمه للروس؟ هل مثلا رفع يدها عن إدلب مثلا؟ لا أظن أن أنقرة ستتخلى عن علاقاتها مع أمريكا بمثل هذه السهولة والبساطة. فقط الآن في عمليات ضغط وضغط مضاد. في جميع الأحوال واشنطن مجبرة برأيي أنا أن تدخل في عملية مراجعة ونقد ذاتي وحسابات الربح والخسارة. هل بمقدورها أن تفرط بلاعب إقليمي مهم مثل تركيا أم لا؟ هذه الرسالة التي على واشنطن الداخل الأمريكي أن يناقشها في المرحلة المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ سمير. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيوفي معي في الاستوديو الأستاذ سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي التركي ومن إسطنبول، معي كان بدر مولى رشيد الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، ونبيل شبيب الكاتب الصحفي. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله. We'll be right back.